أهلا بكم إلى حوار المساء. تراجعت معظم البورصات الخليجية لليوم الثاني على التوالي مع انسحاب كثير من المستثمرين من السوق هذا الأسبوع الأول من شهر رمضان. هل هي ظاهرة ظرفية مرتبطة بالأسواق أم أنها حالة متكررة في هذا الشهر الكريم؟ ما حقيقة تراجع الأداء الاقتصادي في رمضان؟ وكيف يمكن أيضا التعامل مع هذه الظاهرة ببعديها الاجتماعي والاقتصادي؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا في حوار المساء. معنا من دبي الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الطريفي، ومعنا من الرياض الخبير الاقتصادي وممثل المملكة السابق لدى صندوق النقد الدولي الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف. ويمكنكم أنتم مشاهدين المشاركة دائما في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. إذن أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور عبد اللطيف. يعني تراجعت معظم البورصات الخليجية لليوم الثاني على التوالي، ودائما قبل أو مع بداية شهر رمضان نشهد تراجع في أسواق المال الخليجية، كيف تفسر ذلك دكتور العبد اللطيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأهني الجميع برمضان، جعله الله رمضان مبارك وتقبل الله منا صيامه وقيامه. فيما يتعلق بتأثير أو ما حصل لسوق الأسهم في بداية رمضان، لا أعتقد أن ذلك له علاقة في الوضع الاقتصادي بقدر ما هو تأثير نفسي وانصراف الغالبية التي تعمل في السوق للتهيؤ لموسم رمضان للانشغال بأمور أخرى والعودة إلى السوق مرة أخرى، وتزداد الأمور وترجع الأمور على ما كانت عليه وأحسن إن شاء الله. نعم. ليس لذلك التغير في الأسواق، أكرر مرة أخرى، ليس لرمضان تأثير في ذلك، إنما هي تأثيرات نفسية أكثر منها ارتباط في الاقتصاد أو تأثير من الاقتصاد على أسواق المال. نعم. طيب ما رأيك، أرحب إذن بالدكتور عبد الرحمن الطريفي. دكتور الطريفي، يعني هل هي ظاهرة ظرفية في رأيك، يعني مرتبطة بالأسواق، أم أنها حالة متكررة مع بداية شهر رمضان كما يراها الدكتور العبد اللطيف، يعني مسألة نفسية؟ أهلا بك، مساء الخير سيد فيصل. أنا برأيي يعني يمكن أكون مخالف بعض الشيء للدكتور عبد اللطيف، لأنه نحن خاصة بسوق الإمارات والسوق الخليجي ككل، أنا برأيي أن ما كنا نطالب به منذ حوالي أكثر من 30 إلى 35 يوم منذ بداية شهر، أنا برأيي يونيو، بدأ نوع الفراغ البياناتي، لأنه كما تعرف أنه دخول سوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي إلى الأسواق الناشئة في مورغان ستانلي أثر تأثير غير مفهوم، لأنه بالفعل كان هناك نوع من الصعود المتواصل الذي كنا نقول لابد من التصحيح، لأنه بالفعل التصحيح كان مطلوب، لأنه ما حصل في أسعار الأسهم وأسواق الإمارات وأسواق المنطقة كل ارتفع ارتفاع جنوني وليس بسيط جدا، ارتفاع كان 107% في عام 2013، وامتد هذا الارتفاع أيضا في عام 2014. أنا أقول مرة أخرى أنه ليس أي تأثير يعني تأثير شهر رمضان المبارك أي تأثير على، لأنه كما نعرف الآن أصبح التكنولوجيا المتطورة، أصبح جميع المتداولين يقومون بالتداول عبر الإنترنت وعبر الكمبيوترات، فهذا أنا برأيي أن كان مخطط له من قبل المحافظ الاستثمارية التي تتبع للبنوك الأجنبية للأسف، والتي استفادت استفادة كبيرة جدا من هذا الارتفاع الغير مبرر. وكنا نقول أن مثلا شركة إعمال عقاري نعم لديها الأصول، شركة أرابتك ليس لديها الأصول، كنا نقول شركة الاتحاد العقاري لديها الأصول، هناك كان نوع من التفاوت الكبير ما بين البيانات وبين هذا. عندما نصل إلى شركة أرابتك عندما تصل إلى حوالي 11 دراهم وخفضت الآن حوالي 2 دراهم و86، هذا غير مبرر، لأنه بالفعل كان هناك نوع من الفوضى 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 ما بقى في إدارة شركة أرابتك العقارية. وأقول مرة أخرى أن الآن التكنولوجيا المتطورة لا تعطي أي نوع من أن هناك شهر رمضان أو غير شهر رمضان. نعم هناك يعني عبادات، لكن
تتم كلها بعد صلاة المغرب. نعم. طيب يعني المسألة إذن دكتور عبد اللطيف كما يراها الدكتور الطريفي ليست متعلقة بالجانب النفسي، خاصة مع وجود التكنولوجيا يعني مسألة التداول، وأن الأمر مخطط له من قبل محافظ تود استثمار هذه الفترة لتحقيق مكاسب اقتصادية. كيف تنظر إلى رأي دكتور الطريفي؟ أحيي الدكتور عبد الرحمن فيما يتعلق في الرؤية التي طرحها، قد لا أتفق معه بعيدا، لا أذهب بعيدا كما ذهب، ولكن في جزئية قد يكون كلامه صحيحا، ولكن يجب أن لا تعمم هذه الرؤية على واقع سوق الأسهم. المسألة فيما يتعلق في المضاربين في الأسواق المالية في دول الخليج، أنا أعتقد أنهم يعيدوا حساباتهم وترتيب أوراقهم ومحافظهم في هذه المرحلة، وأنا أعتقد أنها فرصة لهم لإعادة هيكلة محافظهم وترتيبها مرة أخرى للانطلاق. لا أذهب بعيدا كما ذهب الأخ عبد الرحمن فيما يتعلق في جهات أجنبية استغلت الظروف إلى آخره. طبعا الجهات الأجنبية تشتغل سواء في رمضان أو غير رمضان، والسوق مفتوح للجميع، وهي منافسة وعلى أشدها، والمضاربين في دول الخليج لا شك أنهم عندهم الخبرة القوية لاقتناص الفرص. ولكن أرجع وأقول مرة أخرى، هي إعادة ترتيب للمحافظ في بداية رمضان، وقد يكون استهلالا واستقبالا لرمضان له تأثير نفسي أكثر من تأثير هيكلي كما يرى الأستاذ عبد الرحمن. شكرا. نعم. طيب يعني أيضا هناك جانب آخر دكتور عبد اللطيف يتعلق بتراجع أيضا الإنتاجية في رمضان. دراسات تشير إلى أن يعني نسبة استثمار وقت العمل تكون في رمضان متدنية للموظف لا تصل إلى 20%. يعني لأي درجة تنظر أن مستوى الإنتاجية بالفعل يقل لدى المؤسسات الحكومية والمحلية وأداء الموظف خلال هذا الشهر الفضيل؟ هو المفروض العكس هو الصحيح. في رمضان تاريخيا وحتى دراسة، أعتقد أن هناك دراسات أثبتت أن إنتاجية الموظف في رمضان تكون أفضل، ولكن هناك عادات اجتماعية قد صبغت شهر رمضان بصبغ سلبي فيما يتعلق في تراكمات تقاليد وعادات طغت على المجتمع في الخليج، حيث استبدال النهار بالليل والليل بالنهار، سهر بالليل ونوم في النهار. هذا لا شك أنه قلب المعادلة وجعل رمضان غير رمضان الذي يجب أن يكون. رمضان في يعني يفترض أن يكون أداءه أفضل، وبالنسبة للموظف الحكومي وبالنسبة للقطاع الخاص إلى آخره. ولكن ما هو حاصل الآن في العادات التي طغت وحدثت في المجتمع، أنا أعتقد لا شك أنها لها تأثير، ولكن لا يعني أن هذا بسبب رمضان، هذا بسببنا نحن الذين نعيش في المنطقة وقلبنا المعادلة وأصبح في النهار نوما وفي الليل سهرا، وبالتالي تعطلت عوامل الإنتاج عند البعض وليس الكل. نعم. طيب الدكتور الطريفي، يعني تراجع الإنتاجية في هذا الشهر كيف تنظر إليه؟ كيف تنظر إلى أيضا مبرراته وأيضا انعكاساته على الأداء بشكل عام على الاقتصاد في المنطقة؟ أنا برأيي كما يعني الدكتور الطريفي يعني أثني عليه، لكن هناك لابد من معرفة ما هو دور القطاع الخاص وما هو دور الحكومة. نحن نشاهد أن مثلا دولة مثل دولة الإمارات الآن تتطور وتتقدم بطريقة غير طبيعية أكثر مما كان متوقع لها، وهذا الزخم في ذلك ليس أساسه الفرد. نعم، هو أساسه التكنولوجيا، والفرد هو عامل أصبح ليس أساسي في عملية التنمية، بالعكس التكنولوجيا هي التي تجعل عامل أساسي في كل شيء. والآن ما نشاهده المحافظ الاستثمارية الأجنبية، وهي التي تدار من قبل البنوك الأجنبية ولديها قوانين لابد التعويل عليها.
كما نعرف أنه هذه التذبذبات التي تحصل في أسواق الإمارات هي يعني أفضل مقصودة من قبل الجهات المضاربة، لأنه الآن أصبح أسواق المنطقة كل أسواق مضاربة، لأنها أصبحت جاذبة وجاذبة للاستثمار بطريقة كبيرة جدا. لأنه عندما نشاهد أن مثلا التطور الكبير أو النمو الكبير في قطاع العقاري حوالي 25% في بداية عام 2014، هذا ملفت النظر، ليست في حتى حصلت في أي دولة من دول العالم المتقدم. وكذلك لا ننسى أيضا مرة أخرى أن السيولة الآن متوفرة في المنطقة ككل، بالعكس أصبحت الآن محافظ استثمارية لديها السيولة الكبيرة تدخل إلى المنطقة، يعني أن المنطقة أصبحت جاذبة للاستثمار، لكن لا بد أن تدار هذه السيولة. هذا في جانب دكتور الطريفي، لكن أيضا أود أن نستمع لرأيك فيما يتعلق بمستوى الإنتاجية للموظف داخل المؤسسات الحكومية وأيضا الخاصة، يعني جانب آخر ومحور آخر من هذا الحوار نود أن نستمع إلى رأيك فيه، يعني كيف تنظر إليه، وهل بالفعل هناك تراجع ملحوظ في أداء الموظفين في هذه المؤسسات؟ يجب أن نفرق ما بين الدول التي لديها التكنولوجيا المتطورة والكبيرة جدا، وخاصة مثل دولة مثل الإمارات الآن أصبحت لديها مقياس. كما نعرف أن التكنولوجيا أصبحت هي الآن الشغل في كل القطاعات الحكومية، وأصبحت لديها أيضا الآن نوع من الجوائز والتحفيز لهذه، ليس القطاع الخاص هو فقط، بالعكس القطاع العام أصبح الآن داخل في العملية الاستثمارية، في عملية التنمية، في عملية النمو، في عملية الاقتصاد، أي أن أصبح الآن القطاع الحكومي أو القطاع العام هو جزء لا يتجزأ، بالعكس أصبح الآن رائد للتطور. أقول مرة أخرى أن القطاع الحكومي أصبح الآن لديه الإمكانيات الكاملة والكبيرة، وكذلك الرقابة. لا ننسى أن هناك رقابة كبيرة جدا في دولة مثل دولة الإمارات. أنا لا أذكر مثلا بعض دول العالم الثالث أو دول الأندر ديفلوبمنت كونتريز، الدول الناشئة. برأيي أن الآن التكنولوجيا إذا ما تم تنفيذها وكما هو مطلوب لها، أنا برأيي تخدم جميع القطاعات بدون استثناء، لأنه كما تعرف أن أصبحت الآن جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ترتفع ووضع لها على أساس نسبة أن تصل إلى 5%. جميل، يعني ترى أن التكنولوجيا بإمكانها أن تمنع أي تراجع ربما يحدث، وأيضا هناك رقابة موجودة. ما رأيك دكتور عبد اللطيف، يعني في رأي الدكتور الطريفي، يعني هل توجد بالفعل، هل يتم استخدام التكنولوجيا لمنع تراجع الأداء والإنتاجية خلال شهر رمضان بالتحديد؟ وهل هناك يعني المؤسسات الحكومية والخاصة وضعت أطر لمراقبة أداء الموظف وفق آليات متطورة؟ قد يكون ذلك صحيحا في بعض الأعمال التي تعتمد على التقنية، أما غالبية الأعمال التي تعتمد على أداء الإنسان وعمله المباشر لا أعتقد أن للتقنية دور في ذلك كمراقبة أو كتحفيز إلى آخره. ولكن بالمقابل إذا كان هناك تراجع في الأداء من جانب، سواء في عدد الساعات كإنتاج، هناك إيجابية أخرى في أثناء في رمضان، حيث أن يغلب على الإنسان في هذا الجو الروحاني في شهر رمضان البعد عن الشبهات، تقل الرشاوة، الدافع الغريزي لعمل الخير في الإنسان يتضاعف، يحاول أن يعني يجتهد خوفا ورجاء بثواب إلى آخره. وبالتالي هناك جوانب أخرى يجب أن لا نغفلها، الفساد في الغالب الرشاوة والتي يعني تظهر في الأوقات الأخرى قد تقل أو تتراجع في رمضان، وبالتالي هذه إيجابية ربما تغطي على بعض السلبيات في تراجع الأداء الذي يحصل عند البعض وليس عند الجميع. لأن الإنسان في رمضان
يبحث عن الخير وتضاعف الحسنات وإلى آخره. لكن لا يمكن التعويل يعني على مسألة الدكتور اللطيف يعني مسألة الوازع الديني خلال الشهر لوضع هذا الإطار أو مكافحة الفساد يعني لمجرد وازع ديني خلال فترة محددة من العام على مدى 12 شهرا سيد عبد اللطيف. أنا أعتقد كلامك صحيح، ولكن لا شك أن الهدر الذي يحصل في الأشهر الأخرى يتراجع في شهر رمضان. الهدر المالي، هدر الوقت، الأداء. أنا أعتقد لو عملنا قياسا لذلك لنجد هناك يعني مؤشرات على أن الهدر، هدر ساعات العمل، هدر المال، يعني البعد عن الأعمال السلبية التي ترتكب في الأيام الأخرى عند ضعاف النفوس، أنا أعتقد أنها في رمضان تقل لأسباب روحانية ولأسباب دينية، لا شك في ذلك. طيب يعني دكتور طريف، يعني المسلمون في مجتمعات الغرب لا يتأثر أدائهم بالصوم، يعني لماذا في مجتمعاتنا حتى التشريعات يعني تتيح خفض ساعات العمل؟ يعني كيف تنظر لهذه النقطة بالتحديد؟ وأنا أقول لا بد أن يكون المواطن في الدول الإسلامية كما هو المواطن في الدول الأوروبية نفس الشيء. أنا أقول أن الوازع الديني موجود، لكن لا بد من الرقابة. أقول والآن أركز على الرقابة، إذا كانت هناك رقابة حكومية وهو كما يحصل الآن، انظر إلى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي في مثلا دولة الإمارات الآن رقابة عالية جدا، الحوكمة الآن في الشركات المساهمة في الآن الحوكمة في كل شيء، الآن الرقابة، والرقابة هي أساس كل شيء، لأنه بالفعل هيئة الأوراق المالية والسلاح هو من يقوم بالرقابة على أسواق المال، وكذلك أسواق المال تقوم بالرقابة على شركات المساهمة العامة. إذن دورة الرقابة هي أساس كل شيء. أنا أقول أنه لا بد أن يكون شهر رمضان شهر يعني يدفع المواطن أن يعني يزيد من إنتاجيته وليس من خفض إنتاجيته، لأنه بالفعل للأسف الآن الجميع يعتبر أن الصوم هو مثبط العزيمة لم تجب على سؤالي يعني دكتور طريف، يعني فيما يتعلق بمسألة التشريعات وخفض يعني ساعات العمل، يعني كيف تنظر إليه وما هو تبريراته؟ والمفترض يعني العمل عبادة، وأيضا المفترض أن يكون نفس ساعات العمل مع المسلمين في دول أخرى خاصة في أوروبا. نعم، هذا ما أطالب به، يعني بالفعل أن شهر رمضان يجب أن يكون هناك حافز ويعني يعطي العزيمة من أجل النمو. لا بد أن يكون هناك نوع من داخل الإنسان. هناك دراسات كبيرة جدا في الغرب للأسف لم تقم أي دولة من دولنا بدراستها، اللي هي الكوست بنفيت أناليسز، لتحليل تكلفة النفع للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأيضا حتى كل شيء دخل في مقياس المعيار النسبة والتناسب بالنسبة للمواطن. أقول مرة أخرى أنه لا بد أن يكون المواطن الآن هو حريص في عملية الرقابة إن كان هناك لديه حس ديني. أما ما يحصل الآن في الدول العربية والدول المسلمة المتخلفة أو الأقل تطورا، للأسف هناك بالعكس يعني سلبيات كبيرة وكبيرة جدا ومخفضة ومثبطة لعزيمة النمو الاقتصادي، وهذا ما أنا أقوله. أقول مرة أخرى يجب أن نكون بالعكس، أن الدول الإسلامية يجب أن تكون لديها الوازع الديني بعملية التنمية أكثر مما هو في الدول المتقدمة، وكذلك لكن أقول أن الرقابة هي أساس كل شيء. نعم يعني الرقابة هي أساس كل شيء. دكتور عبد اللطيف، ما رأيك؟ يعني كثير من الإدارات يعني والخدمات تصاب بالشلل في رمضان، ما السبيل للتغلب على مثل هذه الظاهرة؟ نعم، الرقابة لها دور أساس، والعدالة هي الأهم، العدالة بين الموظفين والفرص تكون متاحة للجميع على حد سواء. أنا أعتقد أن الموظف إذا حس أن هناك عدالة فإنه ليس أمامه إلا أن يستجيب للأداء المميز. وكلام عبد الرحمن حقيقة، هي الرقابة لها دور كبير، والمحاسبة لها يعني تأثير على أداء الموظف، هذا لا شك فيه، ولكن الوازع الديني مهم جدا في أداء الموظف سواء في رمضان أو غير رمضان، ولكنه في رمضان يتضاعف احتسابا للأجر المضاعف. نعم،
إذن أشكرك على وقت اللقاء الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف الخبير الاقتصادي وممثل المملكة السابق لدى صندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لك، وكل الشكر أيضا لضيفي من دبي الدكتور عبد الرحمن الطريفي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكما مشاركتنا حوار المساء. نتوقف إذن الآن مع فاصل قصير قبل العودة إلى ملف آخر في حوار المساء، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن تأثير شهر رمضان على الوضع الاقتصادي في المنطقة. محمد عزت على فيسبوك يقول إن صيام رمضان يجب ألا يكون ذريعة للإهمال في العمل، بل يجب أن يكون حافزا على الاجتهاد. محمد هدايت من جهته يرى أن زيادة إنفاق الأسر في رمضان ظاهرة تستحق المراجعة لأنها تتنافى مع روح الشهر الكريم. أما إبراهيم الشريف يتساءل هل شهر رمضان مناسبة تنعش الاقتصاد أم ترهق ميزانيات الدول والأسرة؟ أحمد صالح على تويتر يقول إن الصائمين هذا العام معذورون بسبب ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة الصيام. هيثم سندي من جهته يرى أن زيادة الإنفاق في رمضان تنعكس سلبا على الاقتصاد بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. أخيرا سليمان عز الدين يتساءل هل يمكن أن يكون هناك تعارض بين التزام الموظفين بالصيام والتزامهم بأداء مهام عملهم كاملة؟ ونفتح الآن ملفنا الثاني في حوار المساء، فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي عن مبادرة سقيا الإمارات لتوفير مياه الشرب الصالحة لخمسة ملايين شخص في البلدان التي تعاني نقص المياه، وتهدف المبادرة إلى حفر الآبار في المناطق التي تعاني الجفاف أو شح المياه النظيفة وتزويدها بمعدات التنقية بما يساعد في توفير أساسيات الحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وتغيير الواقع المرير لملايين البشر من المحتاجين والفقراء. لمعرفة المزيد عن هذه المبادرة ينضم إلينا من دبي المتحدث باسم حملة سقيا محمد أزرعوني. أهلا بك سيد محمد إلى سكاي نيوز عربية. بداية حدثنا عن هذه الحملة ولماذا اخترتم يعني حفر الآبار من بين أوجه الخير وتقديم العون للمحتاجين المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه حملة سقيا الإمارات، سقيا أهل الخير، سقيا دار زايد لكل البشر. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة مجلس الوزراء حاكم دبي لما اختار الماء هو روح الحياة، الماء هو عصب الحياة، فرأى مشروع كلف هلال الأحمر الإماراتي قام بهذا المشروع. السقيا تكون من أربع مراحل، هي عبارة أول شيء حفر آبار، ثم خزانات لجمع المياه، ثم تمديدات منزلية، ثم تنقية المياه. اللي ركز عليه سيدي صاحب السمو أنه أهم شيء وصول الماء الصالح للبشر. نعم. فنحن هذا أهم شيء. هناك 400 ألف طفل أفريقي يوميا سنويا يموتون من سوء المياه الغير صالحة، من الأمراض جسم الجفاف والأمراض غير ذلك. هناك في الدول طبعا في شح المياه، هناك في دول في هدر في المياه، هناك في دول صعوبة الوصول إلى المياه لغورها في البحر، هناك أيضا دول تعاني من الاضطرابات الموجودة حولها أيضا أنها ركزت تركيزها. فبدأت الحملة هذه الحمد لله رب العالمين يوم 28/6 وتنتهي الحملة في جمع تبرعات تاريخ 18 من رمضان، لكن نحن نكون مستمرين مع نهاية العام لين رمضان القادم لإنجاز هذه. طيب يعني اليوم هو اليوم الرابع لهذه الحملة، كم بلغت يعني حجم التبرعات حتى الآن سيد محمد؟ والله يمكن قريب 70 مليون. 70 مليون يعني كم يعني هل هذا الرقم قريب هو يعني كان 69 مليون يعني كان هذا يعني المستهدف؟ ما هو المستهدف يعني من حجم التبرعات وايضا نطاق حفر الآبار في دول العالم اين سيكون؟ طب هناك 5 ملايين للفرد واحد 25، هذا التارجت مالنا احنا. الآبار طبعا يكون هنا عند مناطق عده، بدينا حاليا اول ما امرنا انطلقت الحمله بدينا اول كهلال الاحمر الاماراتي بحفر حوالي نبدا بمشروع لمده 18 ل 20 يوم بحفر 600 بير في افغانستان، في باكستان، في الهند، في اسيا، ثم انتقل الى افريقيا. نعم. توغو وغانا والنيجر بدا الحفر في هذا آبار سطحيه استمرنا فيه الحمد لله. الان بدينا في 72 بير في افغانستان، وفي عمليه آبار سطحيه بيكون عباره عن 600 بير من نهايه حوالي 20 يوم ان شاء الله بيكون آبارها جاهزه. نعم. بالدول المحتاجه في آبار سطحيه. نعم. على أي اساس يعني يتم اختيار هذه المناطق والاولويه لهذه المناطق سيد محمد؟
عدم وجود المياه الصالحة، عدم وصول المياه للأشخاص الموجودين هناك، عدم وصول المياه للقرى هذه. هناك في مسكنا أفغانستان هناك مزارع هجرت، فبدأنا نحن في عملية حفر الآبار لعملية إصلاح المزارع واستصلاح البشر. لكن النظر نحن الآن أيضا بجانب أفغانستان، هناك أيضا انتقلنا إلى الشمال إلى الوضع العراقي. نحن الآن بدينا في إقليم كردستان في مدينة إربيل بحفر 4 آبار ارتوازية عميقة، وأيضا خزانات كبيرة لجمع المياه لاستيعاب أكثر من 100 إلى 120 ألف لاجئ إذا انطلقوا من الموصل إلى شمال العراق. يعني كم بئر تنوون يعني حفره خلال هذه الحملة من رمضان حتى رمضان العام المقبل سيد محمد؟ الآن بدأنا ب 600 إن شاء الله، ثم ننظر لنظرات أخرى، ليس بس حفر آبار، هناك أيضا جمع الخزانات الكبيرة. مثلا دولة مثلا ماليزيا، دولة إندونيسيا فيها هدر للمياه، فبدأنا إنشاء خزانات. ثم هناك دول لم تصل المياه الصالح للشرب إلى بيوتهم، مثلا القرى المصرية الناية، اليمن ودول أخرى. ثم المرحلة الأخيرة كما ذكرت، المرحلة الأخيرة بكون مرحلة عبارة تنقية المياه. هناك أنهار موجودة فيها مياه صالحة لكن مياه غير صالحة للشرب، فنحن نحل أن كنا نركب فيها عبارة عن مصانع تحلية مياه. هذه التكلفات تكون من حوالي من 500 إلى 600 ألف درهم لكل هذا توصيل المياه الصالح للناس. طيب يعني أيضا هناك مراحل أخرى تبدأ. طيب عفوا المقاطعة، يعني أيضا تقدير المتوقع لعداد المستفيدين سيد محمد مع انتهاء هذه الحملة؟ نعم، الحمله مستمره لحد نهايه العام من رمضان القادم ان شاء الله، بيكون احنا انتهينا من كل الاشياء. فالاعداد حسب ما امر سيدي هو 5 ملايين شخص ان شاء الله. نعم، طيب يعني اليه التبرع وايضا المساهمه في هذه الحمله، يعني ليت لو تطلعني عليها سيد محمد حتى يستفيد المشاهد. هناك طبعا في طريق الاتصالات وطريق دو، هناك في أرقام لحفر لشخص واحد، لشخصان، لستة إلى 10، هناك أرقام موجودة. أيضا هناك في حسابات الهلال الأحمر الإماراتي في 6 بنوك موجودة: بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف أو الشارقة، مصرف عجمان الإسلامي، أيضا بنك النور والهلال. هناك في حسابات أرقام متوفرة موجودة. أيضا هناك في أي استفسار، هناك في كول سنتر اللي هو مركز الاتصال، التليفون عبارة عن 800-733، استفسار عن أي معلومة عن الحملة هذه. نعم، يعني كيف يعني وجدتم تفاعل المجتمع سيد محمد وأيضا المؤسسات الحكومية والخاصة منذ إطلاقها حتى الآن؟ نحن حتى الآن يوم الثالث وصلنا إلى 98 إلى 96 6 68 مليون درهم، 69 مليون درهم خلال 3 أيام، جميع المؤسسات الحكومية. الآن نحن ننظر إلى تفاعل القطاع الخاص، تفاعل التجار، تفاعل المؤسسات الأخرى. هذه عبارة عن صدقة جارية، عبارة عن وقف خيري. سقية الماء ينفعك في الدنيا والآخرة، بالفعل وانت تحت فوق الارض وتحت الارض. وهنا نحن في شهر فضيل، شهر رمضان المبارك، شهر العتق من النار. اشكرك. فالكل اللي يريد يوصل لهذا عليه بالتبرع حقيقه. يعني الحمله اطلقها سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدوله لجميع الامارات، ليس فقط الامارات دبي، قد تسام في مؤسسات دبي او نعم. مؤسسات حكومه دبي او نريد كل الامارات تتفاعل معنا، نحن كل التجار، لاحياء الناس، لاحياء 5 ملايين روح على المستوى الكره الارضيه. أشكرك إذن السيد محمد أزرعون المتحدث باسم حملة سقيا الإمارات، شكرا جزيلا لانضمامك إلى سكاي نيوز عربية. وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. يمكن لما فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com/المساء. موعدنا يتجدد غدا في 5 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت أبوظبي. إلى اللقاء.